طيب انا اي تاتش بيز بسرعه، لكن هتاتش بيز على تو بوينتس في الريزيلينس. النقطه الاولانيه انا قلتها برضو بسرعه، هي فكره تحمل الباد نيوز. انتم مش متخيلين انا في يوم الثلاثاء الاسود ما انساهوش، الصبح عرفت ان الشركه باعت برودكت بشكل 10% من المنتج بتاع من التيرن اوفر. بعديها بساعتين قالوا لي في كان احداث ثوره وبتاع، في موظف يعني طلع من العربيه لقى رصاصه في مش عارف جنبه اتضربت. بعديها بمش عارف 10 دقائق قالوا لي ما علينا مش مهم، هو كان يوم مش لطيف وخلاص. كم الاخبار السيئه اللي بيتعرض ليها الجنرال مانجر، كلنا بنتعرض ليها، انت بتتعرض لاخبار سيئه فقط فقط. ف علشان تقدر to survive you have to build this skill of being very very resilient. دي جنب، وده نقطه مهمه جدا. انا فاكر اول مره قعدنا فيها في 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 فارما جروب اللي هو اجتماع زي مديرين، فواحد لاني متحمس شويه فمايل عليا وقال لي انت بتشرب ولا بتضرب ولا بتعمل ايه؟ فقلت له لا ليه خير، قال لي ما اصل انت جديد فانا شايفك متحمس قوي كده، اصبر شويه كده هتلاقي نفسك يا بتاخد مخدرات يا بتشرب يا لا 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 ما عنديش الكلام ده خالص. بس فعلا بعد شويه فهمت هم بيقولوا كده ليه، الحمد لله ما باخدش حاجه، بس يعني لا انا بنام، انا بنام كويس قوي، اول ما تحصل يوم بايخ او قافل ونايم، لانه فعلا بتتعرض لكم ضغوط فوق الاحتمال. فدي نقطه مهمه. النقطه الثانيه الريزيلينس بمعنى العند. يعني كتير قوي الرول بتاع جنرال مانجر ان هو يقول لا، يعني لا، طب ليه لا، ما مش عارف، هو لا. يعني كتير قوي بيجي مثلا يقول لك ايه البرودكت ده الماركت شير بتاعه 1% واحنا بالحجم بتاعنا ده بالامكانيات بتاعتنا دي بكل حاجه 1%. لا انا عايز 25%. بعد 15 سنة هيبقى 15% إن شاء الله. لا السنة الجاية ما ينفعش، لا ينفع، صحيح؟ مش ده اللي بيحصل؟ لا ما ينفع، هو كده، هو كده، خلي بالك لا تترف ده هو كده. بس في النهاية زي ما انتوا شفتوا مفيش حد اتكلم على one of the competency الا لما ذكر two three other competencies. لما دكتور اسلام اتكلم على communication اتكلم على vision، لما دكتور محمد اتكلم على يعني it's all linked together, it's all linked together, and this is the concept I want you to understand, that مفيش حاجة هتلاقيه، مفيش ولا واحد من الناس الجميلة اللي اتكلمت انا استفدت منهم جدا النهاردة اتسأل على سؤال إلا لما ربطها بحاجتين ثلاثة تانيين، لأنه it doesn't work alone. So sometimes when you say okay you need to have this market share, okay then let's work on innovation, let's have the right team to do it. أنتوا مش قادرين تعملوا، let's find the right team to do it, let's have innovation, أفكار out of the box to do it, let's stop what we are doing, currently doing. انتوا بقالكوا 5 سنين بتعملوا what you are doing and you got 1% market share. Let's change it. تعالوا نضرب كرسي في الكلب ونشوف هيحصل ايه. بس you have to be ready to pay for the price. So احيانا كتيرة our role is to be strong, resilient, not accepting what is given to us. كتير كانوا بيقولوا لنا زي ما حد الكالتشر هنا في مصر ما تقبلش الكلام ده، احنا ماشيين ضد التيار. احنا ماشيين ضد التيار بس this is صح وهو ده اللي احنا هنعمله. اكتر من مره يقول لك مثلا، خلينا نقول في انا مش عايز اجيب كل الامثله من عندي، بس FMCG مثلا يقول لك لازم تعمل بالطريقه دي ولازم تدفع بالطريقه دي ولازم تظبط. لا احنا ما بنظبطش وما ينفعش، عندنا كود اوف كوندكت واثكس، مش هنعمل كده اهو. طب خلاص بقى يبقى انسى بقى البيع. لا طب ازاي؟ هنشوف ازاي. So sometimes you have to be stubborn, you have to be resilient, you have to say this is the right thing to do, we are going to do it this way and we are going to win.